البحيرة متجمدة يا اخوالنا. ايه اللي ايه ده؟ يا ده السنة الطين. ايه ده يا ارجع يا عوض تعال. لا 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 لا، انت دب ده ولا ايه؟ انت دب ولا اوعى يا اوعى يا يخرب العيشة. اجري اجري يلا اجري يلا يا عوض، اجري يا عوض، يخرب بيتك يا عوض، يخرب بيتك يا عوض. يلا لا 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 لا، اجري يا عوض. وضاعت الفرصة. انا ايه اللي خلاني بس اعمل بتاع؟ هلا والله يا شباب، السلام عليكم واهلا بكم من جديد في فيديو جديد النهارده. فيديو النهارده بسيط يعني. طبعا اللي شاف الفيديو اللي فات دي احلى تحيه مني لكم اولا، احلى تحيه مني لكم اولا، وثانيا وثالثا ورابعا، خليها خامسا بقى، وخامسا تمام. اللي شاف طبعا الفيديو اللي فات، كنا احنا بعد ما نزلنا طبعا من البلاك ووتر ورحنا على المنطقه الثلجيه ديت، تمام. ده الكامب طبعا بتاعنا اللي موجود في المنطقه الجليديه حاليا. رحنا امبارح هاجمنا على الجماعه بتوع كولم ادريسكو، العصابه الثانيه، اخذنا منهم الكامب واخذنا منهم كنز طبعا هيغير مسار اللعبه او مسار القصه في الايام الجايه دي. اكتشفنا ان هم كانوا بيخططوا ان هم يسرقوا قطر، طبعا القطر دوت لشخصيه بارزه جدا في الوقت دوت اللي هو كورنوول. الكورنوول ده بقى طبعا ايه، عنده شركات نفط وعنده مش عارف يعني، عنده حاجات كتيره كده. المهم يعني جماعه الكولم ادريسكول كان المفروض ان هم معاهم خريطه عشان خاطر ان هم يروحوا يسرقوا بيها القطر دوت. احنا هجمنا عليهم طبعا امبارح واخدنا منهم الخريطه. المفروض ان الجنج بتاع دوتش المفروض ان احنا يعني هنروح نهجم عليهم. بس قبل المهمة ديت، مهمة القطر دي، في مهمة تانية هنا تبع بيرسون، ان هو المفروض هنروح نجيب غزالة او نجيب اي حاجة عشان ناكل بيها الجنج يعني. خلينا نشوف كده ايه المطلوب مننا النهاردة. تابعوا معانا. فين الاخ بيرسون؟ اصحى يا عم انت نايم. فين الاكل يا ولد؟ فين يا ابن الاكل يا ابن؟ مفيش اكل. ارنب ارنب على 12 شخص مش هينفع. خلينا طبعا نطلع نجيب اكل، حاول نصطاد اي حاجه. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. تموت خينا برضه الواد ده. دماغه سميكة. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. ليني ايه يا عم؟ ليني اللي هيجيب الاكل للعصابة. خلي اللعبة دي للناس اللي بتعرف تلعب. تعالى يا معلم شارلز واحنا نطلع نجيب اكل. يلا هدينا ايه ده؟ اوكي ملح. And you can kill it. You need to rest, Charles. يلا يا عم مش مشكلة، إيده وجعاه مش مشكلة. يلا ماشي يا عم بيرسون، كح يا باشا كح، واحنا يطلع عين ابونا في التلج. يلا يا معلم. هنلاقي طبعا في غزلان وفي حاجات وارانب في المنطقه دي يعني.
غريبة يا أخي، الناس اللي بتعيش في المناطق دي ما مش عارف بيعيشوا هنا إزاي بصراحة. اللعبة بتخليك تحس إن فعلا الموضوع ما هوش سهل يعني. يعني الناس الحقيقيين اللي عايشين في المنطقة اللي هو القطب الجنوبي أو القطب الشمالي، الناس اللي عايشين هناك بيعانوا أكيد يعني من السبلاز والحاجات اللي زي كده على أيامهم، يعني مش على أيامنا طبعا. هو المفروض ان المكان مش بعيد عن هنا. هنعبر النهر ده ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ طبعا معانا هنا تشارلز، ده يعتبر من المنضمين برضه حديثا للعصابة. امه تقريبا من الهنود الحمر وابوه امريكي او حاجة زي كده، بس طبعا من الناس المحترمة في اللعبة يعني. الصديق اللي هو المخلص جدا لارثر، وبعد كده يبقى مخلص لجون مارستون بعد فيما بعد يعني. ولسه مكملين معاكم الرحلة للبحث عن غزال او على اي ارنب للعصابة عشان ناكلهم. هنا دلوقتي طبعا ارثر اسمه تشارلز اتكف الاثر تبع الغزلان. هات يا عم، هات البو ده، هات القوس. اوكي، ما هو في علامات اهوت. خلينا نجيبه. تمام اهو، يلا يا عم ما نشوف هنصطاد ازاي. انزل يا بل تحت. ماشي يا عم تشارلز. اوكي ايوه كده صح، تمام ماشيين في الطريق الصحيح. مش عايزين بس ايه نعمل اي دوشة عشان خاطر لو في غزلان قريبة من هنا ما يجروش، ولو جريوا خلاص شكرا كده. فين هم الغزلان؟ فين 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 فين؟ مشوا هنا اهو. تمام انا سايبين كل حاجة ومش عارف يعني. ما كانوش قادرين يربوا معاهم مثلا خنازير او فراخ او اي حاجة بدل البهدلة اللي احنا فيها في التلج دي. فين يا عم الغزلان؟ في غزالة اهي. الغزالة رايقة، الناس الحلوة فايقة. عيني يا جمال ومالو. الله جريت يا خيبتك يا أرثر. بس يا عم اصبر بقى، بطل رغي يا عم. الغزالة رايقة هربت. والغزالة رايقة، الناس الحلوة سايقة. يا سيدي يا جمال ومالو. هما فين يا ابن الحلال؟ يا الله، ده احنا شفنا شكلنا كده هنشوف ايام مش حلو. لا احرق الغزال ولا عايز ياكل غزال يا اخي. ما في غزال اهي. في اتنين غزلان اهمت، هنعرف نجيبها. واحدة. خلاص يا عم اصبر بقى، وانت مفكر الموضوع كده سهل. فين يا عم الغزلان؟ جريت. والغزالة جريت، هنعمل ايه دلوقتي عشان اكل العصابة ولا ايه؟ شوية يا عم أرثر، بعدين يا شباب. فين يا ابن الغزال؟ يا
يا غزال يا غزال، العشق حلال، دوبنا نادوت. ايوه في غزال اهي، في غزال اهي، اهدى بقى كده. هنتبعها دلوقتي، اصبر بس عليها، اصبر بس، احنا ما قتلناهاش، احنا عورناها بس، خلينا نذبحها بقى. خد يا خد يا، ده انا مش بكلمك. الله 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 الله. بعدين بقى خلاص احنا فاشلين في صيد الغزال يا شباب، احنا بقينا فاشلين في صيد الغزلان. مفيش اي حاجة هنا ناكلها، هات يا عم ده. اضرب، جريت جريت الغزالة. وبعدين بقى يلا يا ابني، انا بقاش فيها صحة يا ابني، انت يا عم ارصف. الغزالة راحت فين؟ ده احنا هنجري جري اهي، لقيناها اهي اخيرا. انا اسف انا اسف انا اسف، بس في بهايم عايزة تاكل، نعمل ايه؟ طيب انا اسف. يلا تعالوا معانا. روح يا عم هات الغزالة التانية. يلا مش هنخلص احنا النهاردة. فين الحصان؟ تعال يا عوض، تعال يا عوض، انت محيرني معاك يا عوض. تعال يا عوض، الله يرضى عليك يا عوض. متستغربش لي غزال، غزال ما تستغربش. يلا معلم، بس احنا اثبتنا النهارده ان احنا فشله في ال، احنا فشله في الموضوع، السهم ده تضرب بالسهم والقوس وكده، احنا فشله فيها بصراحه يعني. يلا يا عم شوف الغزال بيجري جنبنا دلوقتي، حلو قوي كده دلوقتي بقى يجروا حوالينا، مش عارف غريب. يلا يا عم يلا يا رب، الحصان بتاعك المنقط. غزلتنا همت على 12 شخص، يعني ايه حلوين قوي. لما يذبحهم كده المعلم بيرسون يذبحهم ويسلخهم، ممكن يقول مثلا 30 كيلو لحمة ولا حاجة، اكلهم شهرة 30 كيلو 30 كيلو لحمة. يلا يا عم انت خلينا نمشي يا كداب يا ارسل، الموضوع مش سهل خالص يعني كداب. البحيرة متجمدة يا اخوانا. ايه اللي ايه ده؟ يا ده السنة الطين. ايه ده يا ارجع يا عوض تعال. لا 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 لا، انت دب ده ولا ايه؟ انت دب ولا اوعى يا اوعى يا يخرب العيشة، اجري اجري يلا اجري يلا يا عوض، اجري يا عوض، يخرب بيتك يا عوض، يخرب بيتك يا عوض. يلا لا 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 لا، اجري يا عوض. ضاعت الفرصة، انا ايه اللي خلاني بس اعمل بتاع
ايه اللي خلاني رحت هناك؟ رجعني تاني نفس المكان. الله، هيطلع لنا تاني الدب ده ولا ايه حكايته بقى؟ مش عارف، ربنا يستر. طيب يا شباب، بعد ما رحنا جبنا طبعا الغزلتين دول وقابلنا الدب، ان الكلب موتني، عدينا طبعا الدب ورجعنا تاني للكامب اهوت عشان ايه ندي الغزلان ديت للحاج بيرسون ويطبخ لنا طبخة كده تكون جميلة. الحاج هافير هنا اهوت، ولا مين ده؟ ليني، ده ليني واقف هنا اهوت بيحرس المكان طبعا. خلينا ناخد بقى الغزلان دي ناخدها للبيرسون ونشوف هنعمل ايه في المهمة التانية، لو في مهمة جاية بعد كده او ايه. صحيهم قول لهم الاكل جه. يلا خلينا ندخل له بقى ايه الغزالة رايقة يا جماعة. شوف التفاصيل، الغزالة مليانة تلج ازاي ما حطيتها على ظهر الحصان. ايه التفاصيل دي؟ يلا يابا. يلا يا عم هب حالك، انا هظبطها لك. انا بص هظبط لك الدنيا، هظبط لك الدنيا. يلا يا باشا. لا 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 لا، ديتيلز يا اخوانا، ديتيلز يا جماعة، غريب. مال يا ابني ده مورجان يا ابني، ارثر مورجان يا ابني، انت هبل. هنبيعهم هنبيعهم، بس احنا بس ننزل من التلج دوت واحنا هنبيع كل حاجة. يلا يا عم، كان ده فيديو النهاردة يا شباب، فيديو ان احنا نروح نجيب اكل العصابة في المنطقة التلجية. طبعا زي ما انتم شايفين رحنا جبنا غزلتين وقابلنا الدب الرخم وموتني، وطبعا ما عرفتش استخدم القوس والسهم زي ما متعودين عليه طبعا. بس يلا خلينا نشوف، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو التاني في المهمة الجاية ان شاء الله. دمتم في امان الله، وشكرا على الدعم والاشتراك والسبسكرايب، بالله عليكم حاولوا تدعموا القناة، يعني لسه بنبدأ وبنقول يا هادي. شكرا جزيلا لحضراتكم، مع ألف سلامة.